مرحبا بكم. مقاتلات حربية إسرائيلية تشن فجر الخميس غارات على 4 أهداف في قطاع غزة من دون وقوع ضحايا إثر إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل أسفرت عن إصابة شخص بجروح حسبما أفاد ناطق عسكري إسرائيلي. مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية تدخل نفقاً بعد إقرار الولايات المتحدة بفشلها في وضع حد للاستيطان الإسرائيلي، وتعلن أنها ما زالت تأمل بتحقيق تسوية قبل الصيف المقبل. والرئيسان محمود عباس وحسني مبارك يناقشان الأزمة والبدائل الخميس في القاهرة. إسرائيل تعلن الإعداد لبناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو في القدس المحتلة خلال الأسبوع المقبل. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسرائيلي وزير الدفاع السابق شاول موفاز يقترح سلاما دائما على مرحلتين، أولاهما إعلان إقامة دولة فلسطينية على 66% من مساحة الضفة الغربية قبل المفاوضات حول القضايا الجوهرية، مع ترسيم تدريجي للحدود وإعطاء الأولوية لأمن إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ينتقد إسرائيل علناً على عدم تجديدها تجميد الاستيطان بعد موقف مماثل من المسؤولة العليا عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي الليدي كاترين أشتون. استدعاء رئيس الوزراء البريطاني العماري السابق توني بلير مرة أخرى ليمثل أمام لجنة التحقيق في الحرب على العراق ليجيب في أوائل السنة المقبلة عن أسئلة متعلقة بالمرحلة السابقة للحرب التي رفض الاعتذار عن قراره المشاركة فيها. المدافعون عن مؤسسي موقع ويكيليكس جوليان أسانج يشنون حربا إلكترونية انتقاما لاعتقاله، وحربهم تستهدف مؤسسات مالية كبرى من بينها مؤسسة بطاقة الاعتماد ماستركارد. أخيرا في هذا الموجز، العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يرصدون عاصفة شمسية وانبعاث لهب ضخم على امتداد مسافة تقرب من ضعفي المسافة بين الأرض والقمر على سطح الشمس، قائلين إن أثارها تقتصر على كوكب الشمس ولا تؤثر لها على كوكب الأرض. إلى هنا ينتهي هذا الموجز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.